عم تخوني مع الدكتورة ليلى لكان؟ مع ليلى؟ خليني أتوقع من حكي، أنت بتحبي زوجك كتير ما هيك؟ كتير، من أول ما تعرفنا. طيب وهو شو؟ يا ترى هو كمان بيحبك هيك هالقد؟ ما بعرف. مدام جيرين، اهدي لو سمحتي. تتذكري آخر مرة اجيت فيها لعندك على العيادة وسألتيني إذا كان زوجي بيحبني أو لا؟ ما بيحبني. ولا بحياته حبني. أنا الغبية رحت خبرت عن زوجي ساركان، وكمان طلبت منه تساعدني. لك هي كانت تقضي وقت مع زوجي لما كنت أنا أشكيلة عن مشكلتي. قديش أنا غبية، قديش أنا غبية غبية. لك عم أحكي ماني حاسة على شي، يا الله ما أغباني. ألو، مرتك كانت عندي مرة تانية؟ مرة تانية. بتعرف كرمال شو اجت لعندي؟ لأنه هي حاسة إنك عم تخونها. إيه شو يعني؟ شو يعني؟ يعني إنه هي شاكة فيك ساركان. أنا سألتها بس هي قالت ما بتعرف مع مين عم تخونها، يعني هي ما بتعرف فينا. بس شو ليلى؟ مع هيك هي شاكة إنك عم تخونها ساركان. طيب مو مشكلة ليلى، تركيها تشكلها تشبع ما بيهمني. أنت مشان هيك اتصلتي؟ ايه اتصلت من شان هيك. طيب لا تاكليهم ابدا، مع السلامه. دكتورة ليلى، المريضة وصلت، بتحبي دخلها لعندي؟ طبعاً خليها تفوت. مستحيل، لا لا أنا ما رح أعمل هيك، مستحيل زغر حالي بهي الطريقة. بس أنا رح حاسبكن أنتو اتنين بغير طريقة، والله رح حاسبكن بطريقة ما شفتوها بحياتكن. جيرين خانم، أهلا وسهلا. ساركان بيك مانو معك؟ لا، اجيت اليوم لحالي، بدي اتغدى. يا ريت تجيبوا لي الاكل بسرعه، لحم مشوي. مو كانه لسه بكير على الغداء، لازم اشربك شي بالاول. طيب تكرمي. فيك شي يا خانم؟ مبين عليكي مانك منيحه. لا بالعكس، انا اجيت اليوم منشان احتفل. تحتفلي؟ لأني فتحت عيوني على شغلات. أعطيني واحدة تانية، صب لي واحدة تانية. جيرين خانم حاجتك، شربت كتير اليوم. أنت شو دخلك؟ صب لي صب لي. انت لحالك كمان؟
ايه لحالي. حلو، بصحتك لكان. على ما اعتقد انك مالك لحالك، ما هيك؟ حضرتك متزوجة؟ عرفت لانك شفت المحبس. يعني مو معقول حدا متزوج يكون لحاله صحي بعدين انا متزوجة شي. والله مالي خبر، انت عرفت من محبسي؟ لا انا رح شيله على الاخر. ايه خلصت وظيفتها. بطلت متزوجة هلا، ماشي بطلت. صحتك. شو صار ما ردت عليك؟ هاي هي. الو نعم. مرحبا ساركان بيك، معك جمال بيشتغل ببار النادي. لا تواخذني يمكن زعجتك، بس جيرين خانم هون. عندك؟ ساركان بيك شربت كتير، يا ريت انك تيجي تاخدها. ماشي، شكرا كتير لك، مع السلامة. قومي من الروح. ساركان، تعود معنا، كنا عم نحكي عن شغلات كتير بتضحك. يلا جيرين. ايه ما بدي روح هلا. جيرين عم لك قومي. ليك اخي، مو سامع عم تقلك ما بدها تروح؟ جيرين قومي. ماني رايحة ساركان. خلص بقى عم لك امشي. شو ما عم تفهم؟ قالت لك ما بدها تروح. انت مين فكر حالك؟ اه لك دارة لك شو عم تصير؟ خلينا نشوف، امشي هون نمشي على الشبان. ساركان هيك تعمل. ها اجوا ساركان. جيرين مساء الخير. حياتي شو هالحالة هي؟ ليش شبه حالتي يا أمي؟ كأنك شربان كتير؟ انتي ما بيفوتك شي أبداً، بيلبق لك تكوني محققة. ليكي أمي، أنا وعمتي عملناها. يلا تعالوا نفوت. يلا طلع فيني، شو هاد اللي عم تعملي؟ صحي انت بتحبني؟ هلا هاد جواب سؤال جيرين؟ هاد هو تماما. انا ما بستاهل اسمع منك كلمة بحبك. ها؟ شو مشكلتك جيرين؟ مشكلتي هي انت. معقول لهلا ما عم تفهم علي؟ اه بهالطريقة بتخبريني شو مشكلتك؟ قاعدة بالبار مع رجال ما بتعرفيه ونازلة شرب، وفوق هاد مو عرفانة حالك شو عاملة؟ ما عم أعرفك وأنت غيران علي، طلعت غيور. حتى بهي بالزور اللي اعترفت فيها ما بدك تبين لي إنك بتغار علي، مشان هيك رحت ضربت الزلمة وكسرت له أنفه. بس أبداً ما كان في داعي لهدول الشغلات، وما في داعي تغار علي. أساساً أنا إلك دائماً وبدي إياك أنت، ما بدي غيرك أبداً. Thank you.
تصبحي على خير. دكتورة ليلى، أنا زبطت كل القضاوير، فيني روح هلا؟ أنا آسفة لا تواخذيني، أخرتك بس يمكن ما انتبهت على الوقت. طبعاً أكيد فيكي تروحي. أنت مانك رايحة؟ إيه بعد شوي طالعة. ماشي، تصبحي على خير. وأنت بخير. نعم ساركان، أنا عم بسمعك. أنا عملت شي بشع كتير. وفيك تخبرني شو عملت؟ أنا قتلت أختي. فيني أحكي معك هاندا؟ طبعاً، تفضلي. شو صاير؟ بدي خبرك شي، بس يا ريت يضل بيني وبينك، ماشي؟ أكيد عم بسمعك. أنا عرفت أخوكي مع مين عم يخوني. مين؟ ليلى. مع ليلى؟ الدكتورة النفسية اللي رحتي لعندها معها. شوف ليلى، دكتورتي النفسية هي كمان دكتورة ساركان. طلع، معناتها بتعرف كل شيء له علاقة بالقصة. أنا هلأ فهمت ليش ما أخذك على الدكتور النفسية اللي دلنا جينجو عليه، لأن حضرته كان بده ياخذك لعند حبيبته. إيه، هو كذب علينا كلنا. شو بدك تعملي هلأ؟ ما بعرف شو بدي أعمل؟ قلي لي شو بدي أعمل؟ والله ماني عارفانة شو أعمل. والله لخليهم يدفعوا الثمن ويحسوا بي اللي حسيته. عم تفهميني؟ رح فرجيهم يلي ضحكوا علي شو رح تعمل. يا ربي، أنا نسيت إنه هو أخوكي بالنهاية. لو شو ما صار هذا أخوكي، بس أنا عم فكر بكرامتي يلي صارت بالأراضي. مين رح ياخد لي حقي بعد كل هالشي؟ مو يعني إذا هو بيكون أخي أنا بكون معه بهالشي. هو غلط ولازم يدفع ثمن اللي عمله. اتفقنا؟ أنا ما رح أقول لحدا. وعد؟ وعد. شكراً كتير هاندا. صباح الخير حياتي. صباح الخير. شو مبكرة بالفئة؟ صح، فئت بكير. على فكرة أنت لازم تعتذري مني ومن أمي على تصرفك ليلة مبارح. معك حق، اليوم رح أعتذر من الكل. ميني حبيبتي؟ نعم تيتا حبيبتي. اليوم أنا رح أخذك على المدرسة، شو رأيك؟ عن جد تيتا؟ إيه، إذا بدك. إيه بدي كمان، اليوم لازم أخذ معي الوظيفة اللي عملتها مبارح. أوه كتير حلو، معناتها اليوم رح ناخدها سوا على المدرسة. شكراً كتير حبيبتي تيتا.
صباح الخير. صباح النور. صباح النور هاندا حبيبتي. صباح النور، كيفك؟ أنا كتير مبسوطة اليوم تيتا رح تاخدني على المدرسة. والله جد؟ إيه. صباح الخير. صباح النور. صباح النور. صباح النور. خوفتين عليك كتير مبارح. بعرف، لهيك أنا بدي أعتذر عن مبارح. صباح الخير ابني. صباح النور. يعني طبعاً كل شيء اللي صار معي أكيد إله سبب، وخاصة أنا بآخر فترة ماني حاسة حالي منيحة، وبصراحة ما بعرف ليش هيك عم حس. لهيك عم قول ليش ما بروح لعند الدكتورة ليلى على العيادة؟ أنتي مرتاحة عند الدكتورة ليلى ما هيك؟ أكيد. إيه تمام، لكن أنا رح أخذ موعد اليوم كمان. لا، أنا ما رح أقدر أخذ موعد من الدكتورة ليلى، أكيد هي بتكون مشغولة كتير. ساركان حبيبي، تقدر أنت تأخذ لي موعد ما هيك؟ ليش أنا؟ أنت يلي أخذت هاندا لعندها على العيادة، يعني أنت الوحيد يلي بتعرفها، لهيك ممكن تقدم لك خدمة وتعطيك موعد. خلص اليوم بأخذ لك موعد. لا، برأيي أنه هلأ تتصل فيها بيكون أحسن، لأن كل ما بكرت كل ما أحسن. حكي خليها تعطينا اليوم موعد. ابني جيرين معها حق، مشان تلحق تاخذ لها موعد قريب اليوم. صباح الخير. صباح الخير جولتان، ليش جاية بكير اليوم؟ امبارح رحتي متأخرة من هون، كان لازم ترتاحي أكثر. مو مشكلة دكتورة، أصلاً أنا إجيت بكير لأن عندي شوية شغل لازم خلصه. ماشي لكان. ألو ساركان. صباح الخير ليلى. صباح الخير. اتصلت فيكي مشان جيرين مرتي. ايه طبعاً، تفضل عم بسمع. بدها تاخد منك موعد لأنه بدها تشوفك اليوم إذا في مجال. طبعاً في مجال، بس خليني أشوف جدول مواعيدي بالأول. طيب، شكراً كتير لك. أهلا وسهلا سيد ساركان. قال هي كتير مشغولة اليوم، بس رح تشوف لنا جدول مواعيدها وترد لنا خبر. ايه تمام، شفتوها؟ كتير شكرا حبيبي ساركان. ساركان لوين رايح؟ ما اكلت شي لسا. عندي شغل كتير بالشركة امي، هلا باكل شي لامهنيك، يلا صحة. وانا يعني كيف عم يخونك هو؟ صرت أتوقع منه أي شيء سيء. بس الشيء اللي عملتيه هديك المرة أنتي رح يعطيه الحق إنه يعمل فيك أي شيء سيء. كذا مرة قلت لك لا تتزوجي هذا الشاب. الحكي ما بقى ينفع هلأ، أنا لازم انتقم من هديك المرة هلأ. إيه وشو ناوي تعملي؟ لازم كل العالم تعرفها على حقيقتها، واكشف يلي عملته مع ساركان، حتى المرضى يلي عندها لازم يعرفوا انه هي شخص سيء، ولهيك بدي دليل واضح. ولك كيف بدك تفضحيها؟ لازم اعرف اسماء وعناوين المرضى يلي بيجوا لعندها. وكيف بدك تحصلي على هيك شيء؟ اليوم رايح اشوفها، اكيد هيك معلومات بتكون موجوده على الكمبيوتر، وكمبيوتر السكرتيره بيكون عليه البيانات، وهي ما رح تكون موجوده، لهيك رح اقدر احصل على قائمه الاسماء كامله. بس يا جيرين لا تفكري هذا الموضوع سهل، بعدين انت بدك حدا يساعدك لتحصلي عليهم. معناها هلا صار لازم تساعديني. انا كيف رح ساعدك؟ أهلا وسهلا ست ليلى، أنا آسفة كتير لأنه عم أزعجك كتير هالفترة. أبداً ولو، تفضلي.
آسف جيرين، أنا بسمعك بالوقت اللي بدك إياه، ليش حابة تشوفيني هلأ؟ تفضلي. بصراحة كنت متوترة لهيك استعجلت عليكي، والموضوع مو مستاهل. قليلي. كنت مفكرة إنه ساركان ما بيحبني، بس طلع بيحبني أكتر ما تتصوري. صدقيني هالشي بيسعدني، بس في مجال أسألك شو الشي اللي غير لك عقلك هيك؟ يعني فيك تقولي ما في حدا غير لي عقلي. مثلاً مبارح كنت كتير متضايقة ومالة، لهيك رحت عالنادي وهو قلق كتير وصار يدور علي بكل مكان لحتى لقاني، كان كتير مشغول باله. حتى في شب كان قاعد جنبي وحكى معي كلمتين هيك حديث عادي، وبس شافه كتير عصب وكان رح يقتله. هيك لكان. وهذا مو كل شي. مبارح حسيت إنه حب صار كان إلي كتير كبير لدرجة إنه ما تغير من أول ما التقينا. يعني رح أقلك كيف صار بيحبني هاي الفترة بالذات، من لما كنا عرسان. هو كتير كان يحبني، حتى ليلة مبارح كمان كانت كتير رومانسية وحلوة، حتى نحن حسينا حالنا عرسان جداد. لهيك كل شي كنت أقوله الفترة الماضية مو صحيح، وكنت كتير غلطانة بحقه. لهيك أنا لازم أرجع مثل الأول كرمال هالشي. بس كل هالحكي اللي قلتيه ما بيغير حقيقة موضوع الخيانة. صح، هو ممكن عم يخونني، بس متأكدة إنه لحظة عابرة بحياته. يعني حب ساركان الكبير إلي ما بيتقارن بهيك شغلات أبداً. مو صح حكي؟ ومن مبارح غيرت كل نظرتي بالقصة، لأني شفت بعيونه. ما بتتخيلي قديش ارتحت بس شفت كمية الحب هاي. يعني بفهم من طريقة حكيك هاي إنه ما عندك مشكلة يخونك؟ أنتي مفكرة أني ممكن أخرب حياتي من شان مرة ما عندها كرامة؟ أنا شفقانة عليها كتير. إن شاء الله ما تكون مفكرة إنه ساركان بيحبها. تحبي جدد لك القهوة؟ لا يسلموا. بعد إذنك، بس وين الحمام هون؟ من هاي الجهة. شكراً. شوفي، هذا مو صوت إنذار الحريق؟ رح روح أتأكد. وين حاطة الأسماء؟ شو في جولتان؟ والله مو عارفاني شو عم يصير. فوتي شوفي شو صاير. وأنا ما بين معي شي. شو صاير؟ ما بعرف. معقول الجهاز عطلان؟ والله ما بعرف. مشي الحال. طيب يا ريت ترجعي تتأكدي مرة تانية. تفضلي ارتاحي مدام. شكرا.
ساركان؟ خير إن شاء الله مو صاير شي بالعيادة؟ ما في شي، جهاز الإنذار عطلان. شو كنا عم نحكي آخر شي؟ عم بسمعك. بعد إذنك. يا هلا، مو حضرتك يلي اجيتي سألتيني عن الدكتورة ليلى؟ هي مو هون. لا لا، اجيت خصوصي من شانك، بدي اياكي بشغلة مهمة شوي. خير، انتي شو عم تطلبي مني؟ هي اذا عرفت اكيد رح تخلص علي على الاخر. ليلى مستحيل تعرف شي، بعدين انتي فكري منيح بالمبلغ. اسفة ما بقدر. مو قلتي لي بتشتغلي بهذا المكان كرمال ابنك؟ خلاص لكان، لازم تخافي على ابنك وما تبقي ساكتة. طيب رح أخذ لك بالصورة واحدة. واحدة أو تنتين؟ لعلمك ما رح أعمل أي شيء لأخذ المصاري. أنتي بس تجيبي الصور رح أعطيكي المصاري. أوكي، طيب نحن اتفقنا. تمام. ليلى بتجيب لابتوبها على البيت؟